يعني افتكر مره الله يرحمه يحسن علي صفوت راح يشتكي له عشان ما بيلعبش. وكان ساعتها مشرف ولا رئيس نادي؟ رئيس النادي. كان رئيس النادي. قال له هو لحق كابتن صفوت ولا ايه؟ لا والله ده كابتن صفوت عبد الحليم. ايوه ماشي. ما هو كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم اول صالح سليم قبل ما يبقى رئيس نادي ولا بتاع ده كان بيجي ماتشات الناشئين عشان يتفرج على صفوت عبد الحليم. كان بيروح نادي النصر ومصنع 36 الحربي وبنها وهنا وهنا عشان يتفرج على صفوت عبد الحليم عشان صفوت. واحنا ناشئين طبعا واحنا صغيرين. صفوت كان 18 وانا كنت 16 بس كان بياخدوني احتياطي معاه. فصالح سليم ده يا جماعه اقول ايه بس الناس عارفه صالح سليم ده لن ولم يتكرر في تاريخ النادي الاهلي. انا شفت محادثه بينه وبين رئيس الوزراء كابتن صالح رئيس الجمهوريه وهو رئيس الوزراء. يعني في فرق ما بين واحد يقود واحد يقاد. فرق كبير قوي. فرق كبير قوي. واحد يقول وواحد يقول لا. لا في فرق ان انا 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 اللي بدير انا اللي بقول. ايوه ما بيقول لا. ايوه انا اللي بقول لك رئيس الوزراء. صالح سليم وخدنا وجرينا. كان علاقتي تعرف بقى شبرا وكانت علاقتي غير طبيعيه الله يرحمه ويحسن الدكتور فاطمه محي الدين. كان في مشكله مع كابتن لطيف وكان عايز ينسحب من الدوري. الدكتور فؤاد كلمه في النادي قال له يا كابتن صالح هحل لك المشكله وبتاع. كسبنا بطوله افريقيا ورحنا. مش عايز اقول لك عمل ايه كابتن صالح عشان النادي الاهلي مش عشان صالح سليم. كابتن رضا فانت كمل كمل. كابتن مصطفى قال ان اداره جهاز فني لاعبين ولا احنا ما بقاش عندنا مواهب زي ما قال في البدايه كابتن مصطفى. الدورات الرمضانيه اللي انتوا كنتوا بتلعبوها الكره الشراب المواهب يمكن هي افضل فتره في تاريخ مصر. ده انا اللي بقولها يعني هي الفتره بتاعتهم فتره اواخر السبعينات والثمانينات من بعد الحرب اللي هي فيها كم كبير جدا من المواهب في كل الانديه لغايه نص التسعينات لغايه بالظبط نص التسعينات او اواخر التسعينات. ماشي اسلام عايز بس ارد عليك في الحته دي مع المغزى يا رضا. انت عارف لما كنا بنروح المنصوره نتعادل مع المنصوره كنا بنيجي نرقص في الاتوبيس منصوره صليت والشال وبدير وثروت وشاكر وسطوحي منصوره لما نروح نتعادل هناك وثروت فرقه. انا كان بيلعب جنبي بدير وقدامي سعد صليت في منتخب مصر. ما بقاش في الاسماعيلي ده انا حزين من جوايا على نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي احلى ناشئين في الدنيا رضا يا عبد العال. ايوه على ابو جريشه لما ساب على ابو جريشه الدنيا وقعت. انت بتتكلم في على ابو جريشه طبعا بتتكلم في هرم في الكوره في مصر كلها.